هلا رح ننتقل لفقرة كتير مهمة رح نسلط فيها الضوء على الخلافات يلي ممكن تحصل معنا بحياتنا اليومية ويلي ممكن كتير من الأشخاص إنه بيجهلوا سبب هاي الخلافات وليش هنن أساساً تخاصموا وشو هو السبب الرئيسي وراء هذا الخلاف الكبير. ولكن إمتى بيصير هذا الموضوع بسبب لنا ستريس وتوتر ممكن حتى يكرهنا بجو العمل؟ هي الخلافات يلي بتصير معنا داخل جو العمل وبشغلنا. رح نتعرف سوا على كتير تفاصيل وشو هو ممكن تكون الأسباب الكامنة وراء هي الخلافات بشكل واضح. معنا اليوم الأستاذ صفوان الحموي وهو ماجستير إدارة الأعمال. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات والرواء ان شاء الله بلا خلافات. يسعد صباحك. يعني اليوم مثل ما بنقول مضطرين نحكي عن الخلافات مع انه بنفكر انه يا رب تكون اخر شيء ممكن يصير معنا، لكن شر لابد منه. اليوم لما بصير خلاف بمكان العمل، خلينا نحكي امتى بنقول عنه هو خلاف وامتى بنقول عنه انه هو مشكله بسيطه ممكن تنحل بين اي زميلين بين اي يمكن موظف ورب العمل. هلا هو الحقيقه الخلاف هو شيء موجود وهو مو دائما شر، احيانا بيكون هو صحي، احيانا الخلاف بيضويلنا على اشياء نحن ما لنا منتبهين لها لنحسن ونبني ونظبط، فهو مو دائما شر. احيانا فعلا بيكون الخلاف هو حاله ايجابيه، يعني بنعتبره نحن نوع من تنوع الاراء. هلا امتى نحن بنقول انه في خلاف بالمؤسسه او بمكان العمل؟ المفروض يعني اللي عم يدير هذا المكان او المسؤول عنه يكون حاطط هاجس بباله دائما مراقبه بعض المؤشرات اللي بتدل انه هون حدث في عندي خلاف. يعني مثلا من ضمن المؤشرات ارتفاع معدل دوران العماله، شلون يعني انه انا ناس عم تترك وتشتغل وتبطل وتشتغل، اذا في ارتفاع بهذا المعدل معناتها انا عندي مشكله. هم بهذا المكان الناس ما عم تستقر، بدي يدور وين هي المشكلة موجودة. أحيانا النقاش الحاد بين الزملاء بالعمل لازم أنا راقب هالقصة وانتبه عليها، يعني أحيانا بتصير نقاشات ودية والناس عم تحكي مع بعض وهذا الشيء طبيعي، إذا كان النقاشات غالبا عم يكون فيها عياط وارتفاع صوت وحدة بالكلام فلازم أنا انتبه إنه في مشكلة. نحن عم نقول هلا مؤشرات، ما عم نقول شو بدنا نساوي، بس عم نقول اول شيء ننتبه انه اصلا في مشكله. القائم على هالمكان او مدير العمل لازم ينتبه، او حتى انا كعامل او موظف او موظفه بهذا المكان. احيانا بتلاقي دائما انا وزميلتي او زميلي دائما نحن وقت بنحكي بنحكي بنبره مرتفعه، في مشكله معناتها. هذا مو حاله طبيعيه. مثلا من الاشياء اللي كمان احيانا انه التباعد، يعني مثلا في فرصه بريك بتلاقي كل واحد رايح لحاله، يعني ما في انه ناس قاعده مع بعض عم تحكي مع بعض حتى اثناء العمل، ما في اي يعني خلينا نقول حديث او شيء، لا هو بس كل واحد مركز بشغله وما له سائل على حدا حواليه. فكمان هذا مؤشر انه في خلافات موجوده لازم انتبه لها، فكر انه شلون بدي حلها. احيانا التحديث كثير بشكل فردي، يعني الموظف او الموظفه اللي ملاقيها دائما عم تحكي بشكل فردي انه انا عملت انا ساويت انا، طب ايه وزملائك؟ روح الجماعه وين؟ ما في روح جماعه، برافو عليكي، ما في روح جماعه، انه دائما فرديه، انا عم بحكي انه على انجازاتي الفرديه، يمكن يكون في ألف مرحله مرقت قبلي لحتى انا جيت عملت المرحلة الأخيرة، أنا ما بذكر غير المرحلة صحيح يلي أنا عملتها بعمل بطولة فيها. يعني هذا من المؤشرات وقت يكون الحديث هيك بشكل فردي. تحت الحدود كمان ممكن يكون، حنحكي على الحدود، بس المؤشرات كثير هامة لانتبه عليها أنا كموظف أو كرب عمل حتى انتبه إنه عندي مشكلة لازم أعالجها. الحديث بفردية قلنا، وأحيانا وضع العراقيل للآخرين. يعني أنا بشوف إنه مثلا أحد الموظفين أو العاملين دائما مثلا زميله أو زميلته بدها تنجز عمل، فأنا دوري شو عم يكون؟ وضع العراقيل، إنه والله مثلا هي عملت تقرير مو ظابط، في أخطاء لغوية، في مدري، بدال ما أروح أنا عند زميلتي وإلا ونبهها، أنا بروح لوين؟ على الإدارة. إنه هذا اللي بنسميه برغي. تماما، فقت بيكون هذا الجو هو سائد، فكمان أنا عندي مشكلة. في نوع من المنافسة الغير صحية، المنافسة هي منيحة بس بهالطريقة هي غير صحية. هلا في مؤشرات كثيرة، نحن يعني بوقت ما بيتسق إنه نحكي على كل المؤشرات، بس هي أهم المؤشرات اللي لازم رب العمل أو الموظف
وقت يشوف انه عندي احد هي المؤشرات معناتها انا في عندي خلاف. تمام، هون عندي خلاف لازم انا ضوي عليه ولازم لاقي له حل بطريقه ما. كل شغله في لها طريقه، يعني كل نوع من انواع الخلاف في له طريقه بالمعالجه. تمام. فهون نحن المؤشرات الرئيسيه اللي ممكن انه نحن انه ننتبه فيها انه في خلاف. هي مؤشرات استاذ قد ايه ممكن تكون خطيره على الصحه النفسيه؟ يعني انا رايحه على جو عملي، انا ممكن اكون رايقه بالبيت، اجي على جو عملي اللي انا بحبه، اجي يصيبني توتر وستريس، وهون عداوات، هون احقاد، هون نميمه، هون خلاف مع زميلي، هون خلاف مع زميلتي. هذا الشيء بيخلق كثير مشاكل على الصحه النفسيه. خلينا هيك نوضح المخاطر هي. طبعا هلا يمكن الناس ما كثير تنتبه، بيقول لك انه الشغل ماشي بس بلحظه ما بيوقف، وبعدين ماشي مع الكثير من التوتر مثل ما حكيت، ماشي بدون اريحيه، يعني جاي الواحد على الشغل مثل اللي جاي على قطع رقبته. تمام، جاي بصير يكره، كرهان يجي. احيانا بيقول لك والله رجلي عم يجعوني، ما في اي سبب صحي يعني غير اني انا متضايق من الجاي لهذا المكان. وبنفس الوقت هذا بياثر على انتاجيه العمل. تماما. هلا بدنا نقول نحن انه هالوضع النفسي هذا اللي موجود هذا بيخفض انتاجيه العمل، وهذا احد المؤشرات كمان اللي لازم. انا عندي كادر كامل، عندي كادر محترف مدرب مؤهل، بس ما في انتاجيه. تمام، كمان معناتها عندي في مشكله بمكان ما لازم ادور عليها. احيانا كمان من بعض الحلول اللي ممكن ان احنا نلاقيها موضوع تداخل الصلاحيات. هلا موضوع تداخل الصلاحيات هذا مشكله اداره، يعني انا بكون في لي 100 معلم، يعني هذا بده يقول لي عود، هذا بده يقول لي وقف، هذا بده يقول لي فوت، هذا بده يقول لي اطلع، هذا كمان مشكله. لازم تكون الصلاحيات محدده واضحه. من حلول كمان الخلاف في بيئه العمل موضوع الوضوح. احنا في شيء له توصيف وظيفي، يعني انا لازم كل حدا عم يشتغل بهالمؤسسه او بهالمنظمه او بهالمكان يعرف شو شغله، ان كان مدير ولا ان كان عامل لازم يعرف شو شغله بالضبط. تمام. يعني انا مراقب دوام، انا شغلي مراقب دوام، انا ما لي شغل دقق على اشياء ثانيه. انا معد، شغلي معد، ما بتدخل بشغل المخرج. انا مثلا قانوني ما بتشتغل بشغل التجاري. هلا بيزعل المخرج، عم يقول لنا المخرج لحد يتدخل بشغلي. تماما. فاليوم تداخل الصلاحيات بيعملنا اشكاليات كبيره كمان، بتسبب توتر في بيئه العمل كمان. فنحن موضوع التوصيف الوظيفي مهم كثير انه يكون واضح وكل واحد عارفان شو شغله وشو صلاحياته. احيانا بيكون في عندي مشكله بالمؤهلات، يعني مثلا انا بطريقه ما اشتغلت، يعني استلمت مكان انا مالي اهل له. تماما. فبدي اقعد انا اثبت انه انا خرج هذا المكان، فكمان هون مشكله، يعني مشكله المؤهلات كمان هي بتسبب خلافات كثير. ليش؟ لانه انا بدي اقعد يعني بالطول بالعرض انا مناسب موجود لهذا المكان. تمام. انت مالك مو مناسبه انت بهذا المكان. فبدي اقعد انا يعني خلينا نقول بخس باللي حوالي لحتى اثبت اني انا منيحه هون يعني. فكمان موضوع المؤهلات او التاهيل المناسب هذا كمان بيروح لي كثير خلافات، بيروح لي كثير مشاكل يعني في بيئه العمل. طبعا في عندي يعني حلول كثيره ممكن انا عفوا بس استاذ قبل ما ندخل بقصه الحلول، يمكن انا بديت كلامي بانه الخلاف هو شر لابد منه، اعطيتني شوي انه هي لا مو شر، هي ممكن تكون شيء منيح. بس نحن اذا بدنا نقول الخلاف والاختلاف، اليوم لما بيكون في مثلا راي مخالف لرايي بنتناقش نحن بوديه بهدوء، ممكن تقنعني ممكن اني اقنعك، بس لما نحن بنوصل لهي الرقي بالتعامل والرقي بالعمل، برأيك قديش رب العمل هو المسؤول الأول بالإضافة للفروقات الفردية اللي هي موجودة بين الأشخاص؟ حضرتك بتحل الموضوع بطريقة معينة، أنا بجوز حل الموضوع بطريقة مختلفة تماما، في فروقات فردية، لكن ممكن يكون رب العمل هو المسؤول الأول برأيك عن هي الاختلافات أو حتى الخلافات بين الأشخاص وطريقة حلها. تمام. حكينا نحن قبل شوي أنه من أحد أهم عوامل حل الخلافات
انه حكينا على البيئه الضاغطه، البيئه الضاغطه اللي بتكون موجوده ببيئه العمل، هي مين مسؤول عنها؟ بالدرجه الاولى هو المسؤول عن المكان، هو اللي بيكون مسؤول. وقت بكون انا بسمع والله بيجي كل واحد بيحكي لي انه قيم هاد، حط هاد، هاد عمل، هاد ما عمل، هاد كذا، فهذا بسبب توتر وبيئه ضاغطه. هون اداره فاشله يعني، تمام. فينا نوصفها بالاداره الفاشله. بالضبط، هي اداره عم ترجع العمل لورا، ما عم تقدمه لقدام. هلا كمان هذا له اسبابه، المدير يمكن يكون اصلا ما له مؤهل انه يقعد هون، فانه ايه عم يسمع من الناس مشان يتم هو موجود بهذا المكان، او يعني اسباب مختلفه. بس طبعا هلا مثل ما حكيتي بالضبط، انه انا اليوم الاداره خلينا نقول هي مسؤوله عن 70% من الخلافات اللي بتصير باسلوب الاداره اللي عم تقوم فيه. يعني وقت يكون ما في وضوح، ما في توصيف وظيفي، في تداخل بالصلاحيات، في خلينا نقول انه عم بفسح المجال للناس الغير مؤهله انه تقعد بمكان غير مناسب، فانا عم بفتح الباب على مصراعي للخلافات في بيئه العمل. بحسها اخطر شيء الناس الغير مؤهله، بحسهم دول ناس كثير خطيرين على اي مكان بيكونوا فيه، لانه بده يزيح المؤهل مشان يتم هو موجود. فاليوم المدير وقت بيشتغل بطريقه صحيحه بالبنود اللي حكيناها قبل شوي، بغب او ببعد كثير خلافات. موضوع الوضوح نحن بنستهين فيه كثير اليوم. هلا ببيئه العمل وقت ما بيكون في وضوح بيكون في قلق، بيكون في توتر. انا ما بعرف انه انا قاعد بمكاني ولا حدا حيطيرني، انا ما بعرف انه هلا انا مستقبلي وين، تمام. ما بعرف انا هلا في قدامي ترقيه، هالحوافز اللي حيحطوها بالربع الجاي حيحطوا لي اسمي ولا ما حيحطوا لي اسمي، هالاضافه اللي حينزل انا الي فيه ولا ما لي فيه، المواصلات اللي حتطلع انا حياخذوني ولا ما حياخذوني. دائما انا بحاله قلق، ليش؟ انا ما في وضوح، تمام. لانه الاداره تاركتها والله هلا اذا انا رضيان عنك، اذا عم تسمعي الكلمه ما في لائحه للحوافز وللعقوبات واضحه، تمام. انا اذا بعمل هيك في لي هيك، واذا ما عمل هيك بدي هلا كمان ما بدنا نحط كل الحق الله يساعده المدير يعني بالنهايه 70%. في هون اتش ار، في شخص مسؤول عن اسلوبه وتربيته واخلاقه، ممكن هو يساعد هاي الخلافات، ممكن يحلها باسلوبه، ممكن انت اذا غلطت معي انا خليك باسلوب غير مباشر، خليك انت تعتذر مني ونحل هذا الخلاف بيناتنا. فهذا الشيء محتاج كثير وعي، يعني اللي بده يشتغل ما هو سهل، بده يكون ملم كل شيء. خلينا نقول نحن انه موضوع الاداره الاحترافيه هي بحاجه لنظام احترافي، تمام. يعني انا ما بدي اعول كثير على المبادرات الفرديه، هي مطلوبه، وانا من ضمن مقابله العمل بدي استشف هذا الامر، بشوف هذا صاحب مشاكل ولا لا، من ضمن مقابله العمل هذا واجبي ك اتش ار او كمدير. لكن انا كاداره احترافيه انا ما بدي اعول على الافراد، لانه الافراد اليوم زعلان، اليوم غضبان، اليوم عاجبه، اليوم مو عاجبه، صحيح. فانا بدي اعول على السيستم. حبينا نحن نوضح هي النقطه بنهايه، بدي اعول على السيستم وليس على الافراد. يعني اكيد شكرا كثير لك، كنت معنا اليوم. لكم الشكر. شكرا كثير لك، بتمنى يكون في بيئه عمل اكيد مناسبه، ويكون في قائد حقيقي قادر يقود اي عمل باي مكان وظيفي. طبعا الحديث بطول ولسه في كثير افكار يمكن ما حكينا فيها، بنتمنى نحكي فيها بالحلقات الجايه. شكرا لك. شكرا.